بعد العطلة التي مرت في شهر رمضان ونبدأ في هذا الأسبوع طبعا نبدأ موسم الفلاحي باعتبار أن هذه العطلة مرتبطة بثمرة التين والكموس وسنتحدث عن هذه الثمرة أول شيء من ناحية التقليدية زراعتها في حمامات ورعايتها وطريقة يعني العناية بها ثم من ناحية صحية وطبية الدكتور سيحدثنا كذلك على المنافع والمأمور من بعض المضاعف التي تحصل إذا بدأنا من استعمال هذه الثمرة ثم قبل أن نتحدث الموضوع باعتبار أن الفترة التي قبلناها في العطلة صادم أن الجمعية أو تركيا تحت خسرت شاركت في اللقاء اللي تم في مدينة بودروب التركية في مدينة قدس معناها في أي إطار تعرف أنكم تم جمعية صداقة تركية فرنسية وجمعية على خطاب مباشر في بودرايس تم الدعوة من الجمهورية التونسية ضمن نواب على السلام عليكم على اساس مشاركة في هذا البحث تبعت بطاقة الدين هو ان الرئيس البحث دروز باشا يتمتع بمكانة مرموقة في تركيا وكل سنة يقام له احتفال رسمي في مدينة أطلق عليها اسم تركوترايس تركوترايس هي مدينة في مقاطعة بودروب تحمل اسمه ويعمل احتفال كل سنة بهذه المناسبة حضرنا في عملية الاحتفالات التي قامت بهذه المناسبة فكانت لقاءات عديدة ومتعدة خلاصة الحديث أن هناك وفد وعلاقة ربط مع مدينة بودروب ومع مدينة تركوترايس يشوف شهر سبتمبر مش نبدو معنا ما هي الإمكانيات التي يمكن أن نقوم بها في تفعيل هذا التقارب وهذا التعارف لأنه هو عنده رغبة معرفة يعني تاريخ الرقمانيين في شمال إفريقيا وإحنا عندنا رغبة معرفة أصول الأتراك بتاع مدينة حامات 65% من سكانها هم أتراك يحبوا يعرفوا مش كيف تعرفوا هذا إن شاء الله مش يكون جلسة القادمة اللي هو في شهر سبتمبر نعم كل مغادسين تبعوا حبيب بدلوكم تبعوا عليه غادسين في غادسين في البناية أزيد اليوم الكرمة الكرمة تعرفوا اللي من خصائص الدافع في حمامات عمبة دبلداء وتوتة في الحوش وكرمة في قاع سالم هذوما ثلاثة ركائز تعتبر من مميزات المبيئة يعني الدار الحمامية دار الفلاحة أو المتسلحين لابد أن تكون التوتة والعنبة والكرمة إلى جانب حدثنا عن التوت سابقا وحكينا فيه وأرجينا العنب والكرموس إلى أن تأتي ثمرة الكرم والكرموس اليوم الكرمة تعرفوا أنا في عجالة أن المدينة لدينا الأمور الاجتماعية بتاعها وأنا نخليه الكلمة المدينة باش يحدثنا بعد كم الكلمة بتاعه لا احنا الشيء الهام هو أن بالنسبة نتحدث عن الكرمة في بالنسبة الحالية عندنا أول شيء غراسه سهل جدا ما في حتى شيء سيء اما تضيع الكرمه تقصها وتنقلها او تاخذ عرف الكرم عرف مهما كان نوعه ومهما كان وصف داخله منه تلمسه يمشي ويثمر في اي يثمر معناها في سنه او سنتين يثمر اداه او سلاحه. البذره تطلع شكل لان يقولوا شكل زكي طيب ولا لان يولي هناك اللي فيها حق الحبوب والكرمة هذوك اللي تزرعوا لكن ما تطلعش كرمة مثمرة يذكروا بها أنواع الكرمة اللي عندنا تعرفوهم اللي هما أول شيء البيضية اللي توجد طول مرة في العام فقط وكرموسها أبيض متوسط الحجم ثم هناك البيضة
البيضية هي العالية، البيضية هي اللي عندها طول مرضي طول فرغية جيب لا كيف رغية يعني هي ضد كيف في النجوة اللي هي جيب بيضة البيضة يخشينا حجاب حجب التعوفين وبعد ما يطبع البيضة من الوستان يتوج هي كرش الثانية اللي هي كرموس اللي يجيب في شهر خاصة شهر جوية هذوما النوع الثالث النوع الثالث هناك الكرموس الكحالي كرموس اللي ثمرة الكحلة اللي هي معروفة اللي هو عادة كل سمني طريقة الزراعة بتاعها كل سنة الزراعة اللي بقال من المدينة والزيتون الحدود بتاعها الدائرية دائما ما لم فيها اللوز والكرم هذيك عادة ليش عادة يزرعوها اللوز والكرم باعتبارها هي الكرش مميزة حتى باش ما يعني ثبتها شيء احسن ثم هو نفسه البيوضي فيه نوعين فيه خاصة الحمامية وهو هذيك على المستوى العلمي في انواع عديدة متعددة عشرات الانواع احنا بنتكلم عن البيوضي والقوط القوط هي صغيرة الحجم عمر طويل ثمتها صغيرة ياسر لكن جميلة جدا والف من البيوضي ثم الاستعمال بتاعه شوية من كل اللي تعمل ترشيقها بشبهها كيف ما لا مش قطوس لا مش قطوس القطوس مدور وعمقه طويل والحبه صغيره ماهيش قياس الاستعمال بتاعه عديده اولا الاكل بتاعه مباشره يعني يقطف ويؤكل مباشره ثم بيبشر طبعا عندما يكون غير خاضع للمدوات احنا قبل ما كانش تبع المدوات الكرمه يجي على الكرمه قصر طويل ناحيه بقعه النواره يعني عادةً تبقى فيها شيء ما من الكوبا نحن نبغى نوسع وكل هي قشور بتاعها ثم عندك الدرقة الطرق بتاعها خاصة بالزيت أما الكاموس أما يقل مباشرة أو في الصباح عادة عمال أن الزيت والكاموس يتحط وصحن وقص كما هي الكاموس هذه هي من ألف وغيره ثم عنده المعجون كبقية مسبرجة التحضير كذلك الطريقه التقليديه يعني يغلى تقطيع معجون ثم الناحيه الرابعه هي عمليه الشريحه شريحه من المدخرات وتعتبر من الاكلات الدسمه في الشتاء لانها تخزن وتستهلك في الشتاء باعتبارها ثمن فيها السكريات واعداد الشريحه سهل كذلك ما تكلفش اي مجهود تاخذ الكاموسه او كباش تنزل عليها كون طيبة مثل هذه الحال تنزل عليها من عنده حتى تشعر مع جنبة إذا كان تحطوها في سنية في إلى حكيلي وتوضعها في السرج لمدة ثلاثة أربعة خمسة أيام ست أيام يوم طبيعة حرارة منيح بعدها تجففت وأصبح خالية من المياه وتحفظ وقت شحنها اللي هو بشوريازين سمعوها وشقوها بشوريازين يبنوها بشوريازين يغسلوها لا 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 شفع بزيت يعني أنت داخل الشريقة والحرمة والأبيبيك والحاجة تحطها بزيت ولمح حتى تغلف طبعا هي الأمانة تغلف هذه شمعة بالزيت هذه شايحة شمعة بالزيت تحط في الإناء سكر عليها تقعد تحفظ حتى سنتين وثلاثة وأربعة وتدخل حتى في عملية تجارية وعملية بعد جينا مع عملية الإيران والسوري والكذا هي مصنعة فهمت ولا هو مصنع ومستهلك ويمكن أن تبقى أكثر من سنة أكثر استعمالات أخرى نعم لا يعني هي طريقة إذا كان ولد شريحة كأكلة أصلية اللي كان شريحة من بعد تدخل في أكلات أخرى أكلات متعددة تدخل في بسيسة تدخل في دبوجة حلويات وقت تقص دروب دروب وتولي كما ثمرات التي تضاف تجد حقيقة أنا لك حاجة أخرى في الأولد قصة تضاف جديد وتحط من في الياقوت وتحط منها إلا من أربع قمل
كيما تبدا فما عندنا من مشريعها حين الاكلات تاعها وتاعها وغير نقل صح يعني ما ثماش جاي ما ثماش معنى تعتقد ان يحكي لنا الدكتور ان حول يعني الفائده تعصب ثم عندكم نقطه صغيره مشينا مره راس الجبل مشينا راس الجبل مشهوره بالانتاج وانا ما تحدثتش على الانتاج بتاعه في الجمهوريه التونسيه موجود في قطاع مزعج سواء كان في الشمال عندك منطقه الزرق العراق المنطقه الشماليه جبه اي يحب الارض اليابسه يحب الارض اليابسه الارض الحجريه ما يحبش الارض الغربيه ما يسكروش يحب بقعه يهب فيها ويسكر يقاوم الجفاف لو ثمرة قد ما تكون ثمرة هناك جفاف قد تكون ثمرة أكثر كونسنتراسيون أكثر أحسن أكثر سكريات أكثر سكريات على فراس الجبل يبيعوا البيضة لكن البيضة قد تكون تعرف كيف عنده البيضة وقت يتقلب الطين تكون هي يعني حجمها صغير تتفخ كي تعمل نفخ راهي مشتدة بتدخل في السكر بتاعها داير الضغط كل عمل قاعد فيها تعمل نفخه والكابوس يعمل نفخه الى عمل نفخه يكون فخ الى فخ راهو على الرب ديالو يقول لك بعد فقط الى فخ يكونوا طيبوهم بصوا بعض ايش يعملوا في حمام في راس الشمال ياخذوا مخيط مخيط دعم من ودلوه بزيت ويجيبوا بعد النوار ويدخل المخيط نسيت ويطلع قطرتين نسيت كعب الكابوس تصبح تتنفخ وتنطق هو كيف تنفخ مازال ما ارتبطش تقطع مازال مش طايبه خاطر اذا كان نفخت وارتبط معناها راهي طايبه ايش يعملوا؟ تتنفخ يزيدوها ضربه بالمخيط ونقطه زيت تنطق لكن كي تحلى تقطع عليا قلت هذيك وانا عندي معلومه هذيا دابا اللي كسبتها مشينا من عاد دخلت مرشي عنده واحد تاع ناس قلت له البيت هذايا قلت له اي قلت له هذايا بالمخيط ولا ايش؟ انت منين جاي؟ منين جاي؟ قلت له سالتك مره قال لي مره خويا مره خويا مره خويا مره خويا مره خويا هذا من العجاله اللي حبيت نحكي فيه كتب الى اخته نبيل وسمعنا نحن اللي على ترجع لك نشوف فيها كيفاش يذكروا يذكروا اللي قلت لكم على تاريخ
عندها هيك التربية هو عادي كالقل معنى يتم عنده واحدة من التحوش يرقى عليك بالجميع الرئيلة بالجميع الرئيلة المحل طبعا الذكار شو هي الذكار؟ اللي احنا نسميها الكلمة ذكرها اللي تم اللي تمت من حق لها ما تمتلش من التقديس تمت من حق لها ما الثمار بتاعها تطلع الثمار بتاعها المحيو بها باش باش تعمل كتاب يتخرج من موسى يتخرج من موسى ان موسى تقوم بعملية تطيح فينا الزهور اللي موسى كان عديد من كلمة كلمة لا تسرق 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 الاثمار قبل ورقة باش تعمل كلية دي معناها خيطة تنحطوا فيه كان موسى باكر يعني شوية خارج من موسى موسى يعني يقوم بعملية غرماء كما محدد يقوم بعملية تطيح الفترة بتاعه كنا حكيت لكم ديما زي ما تكون خلي مش فترة هي مش تبدا معناها في الـ في الـ يعني في الانتاج واذا كان فات الوقت حتى تخرج لها ابن موسى ما عادش عملها هذا يا ما نقولوا على كل حال هذه على عادات وتقاليد في حرامات وفي صدرنا اليوم ما عادش ثم مع الاسف ان الكرم اللي كنا قبل يتزرع وموجود اليوم قاعد يندثر قاعد يمشي ثم غصن كبير عليه اليوم اللي عنده سهم في الكرم وكذا ما عادش يطمع باش ياخذ منها كرموسه لان يعطوا عليها الوداع ما عادش ثم احترام بالكير انا نمشي في حقاه بوس الكرمه باش تعمل انا وليدي باش نعمل قول له لا اجمعني معك عيبي على الاقل انت انا نتحاسب معك عيبي هذا شيء فرصه سريه من الاعداد السريه المركزي اللي حرامات يفكروا بحمايه النوع من الثمار اللي ولو انهم على عمود الكواس في حدود الاسواق انا اعمل هني. دكتور الجاي مالي. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم كما العاده والعويد بعد الاستراحه معنا في شهر رمضان رجعنا واللي جمعنا اليوم جمعنا خبره كرموس او التيل بالعربيه. في المحيط المحيطين في الناس من العلم هو في بيوس كاريكا كما نعرف واحدة في طلوط ومعنا وعادتنا معناتها حتى في القرآن كما ذكروا بعض المفسرين قالوا التين والزيتون هم اسم لجبلين موجودين في الشام وإلا اسم الثمرة معناتها التين والزيتون أيضا لمحة خفيفة قبل أن نبدأ في القاعدة بالنسبة للتين والزيتون بعض بحوث العلمية اللي صارت أكثر بعد في اليابان وفي كوريا أثبتوا أنه تداول التين مع زيت الزيتون بنسبة يعني 7-1 يعني 7 أجزاء من الزيت مع جزء من التين عنده تأثيرات إيجابية جدا على المناعة وعلى السكر وعلى ضغط الدم وعلى العديد من الأمراض في الجسد. البحوث هذه معناتها اللي تعملت ما خرجتش من المحق ويثبت الآية معناتها لأنه في القرآن حسب ذكر الآيات ذكر الزيت والزيتون وحتى الشجرة المباركة 7 مرات. مجمل والتين ذكر مره واحده معناتها كي يلقاو البحث اللي حطوا يشوفوا يلقاو نفس النسبه اللي ذكروها اليابانيين وبالتالي معناتها سعوا بعض هم مؤتمر اللي عملها كل عام على الاعجاز العلمي في القران والسنه انه اتصلوا به اليابانيين وقالوا لهم احنا عندنا بعض الدلالات في القران الكريم. تو بالنسبه للمنافع الطبيه والصحيه لثمرة التين أو الكرموس حبيت لمحة خفيفة أولاً أنه شجرة الكرموس هي التين الكرمة موجودة وتزرع منذ آلاف السنين على حوض البحر الأبيض المتوسط ومعناتها نلقاو فيها أنه بعد البحوث في واد الأردن أثبت أنه عندنا معناتها أشجار نلقاو عمرها بين 9000 و 9400 سنة مزروعة قبل ميلاد المسيح قديمة ياسر
ومعناتها الاشجار هذيا والتو والثمره ومعناتها الكتاب بتاعها. بالنسبه ايضا للمكونات التي تتكون منها ثمره الكرموز نلقاو انها بدات التباس داخل الدار قبل الطريق خاطر بعض توليو نكملوا الدرس يولي الشيخ هو يتدخل بالعقول. بالنسبه للمكونات ثمره الكرموز تتكون من البروتينات والميوسين وايضا من الدهنيات ونسبه من الماء. نلقاو بعض البروتينات الدهنيات هما الليبيد. عندنا البروتينات نلقاو بعض الاحماض الامينيه الهامه جدا التي لا ينتجها الجسم وايضا الاحماض التي يحتاج لها ويستعملها في بعض نجدها مركزه في بعض الادويه. نلقاو بعض الاحماض الامينيه لتسيب امينيه لها الميل ارجينين سيستين الجليسين الاستيدين الايزوليسين لوسين الليزين الميثيونين الميرامين والبرولين والسيرين. هذه انواع معدده ما شاء الله من تسيب امينيه. نلقاو ايضا في الليبيد اللي هما الدهنيات انه غني برشا بالاوميجا 6 اللي هي برشا للقلب ونشوفوا بعضه امراضه. نلقاو غني بالاحماض الدهنيه المشبعه وغير مشبعه انساتوري ونون انساتوري. على ايضا السكريات الجلوسيد في السكريات المركبه وليسيكوسابل ايضا موجود فيه الالياف وتنشوفوا اهميتها بعد امراض القلب والكوليسترول وايضا بالتخسيس اللي يحب يعمل حميه على التخسيس. هيثم تو بعد معلش على انها مهم برشا الخبره هذه. ايضا هي برشا بالفيتامينات تلقاو فيها فيتامين ا فيتامين ايضا بي بي 1 بي 2 بي 3 وبي 5 وبي 6 تلقاو فيها الفيبرات نلقاو فيها الفولات والفيتامين سي والاو والكا مهمين برشا هما للجهاز العصبي وللمناعه وغيره. ايضا غنيه ايضا بالمعادن كالبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والمنغنيز والنحاس والزنك والحديد والسيلينيوم والصوديوم والكالسيوم. ايضا بالنسبه لي فساعات تساعد العبد اللي يريد بالسكر الديابيتيك هل ياكل الحماس ولا لا ياكلوا لانه ينافع. لكن نفطروا بعد كيفاش كان الاحتراز معناتها استعمال الدواء. بالنسبه للبوفوار اونتي اوكسيدون معناتها مضادات الاكسده اللي هي نافعه للمناعه. عنده معناتها غني برشا بالفلافونويد اللي هما معناتها اونتي اوكسيدون بار اكسيلونس مهمين برشا للمناعه. نلقاو انه الكرموس نبداو اليوم نحكيو على المنافع معناتها حسب المكونات اللي فيه. الكرموس غني برشا بالفلافونويد اللي هما دي زونتي اوكسيدون مضادات الاكسده والمضادات الاكسده هذوما ترجع مثلا كيما عندنا الكرموس الكحالي هذاك الغناء بالكولور هذاك القشره نتاعو الغامقه ان هذاك نظرا للي تاعنا الصبغيات اللي فيه واللي تلعب دور مهم برشا كبوفوار اونتي اوكسيدون مضادات الاكسده اللي هي مواد هذوما الجذور الحره اللي رادي كولين واللي تدور في الدم وتنجم تضرب الخلايا وتدمرها وتعمل السرطانات عفوا غفور الله والعديد من الامراض. بالتالي هذه المضادات الاكسده اللي موجوده في التين تحمي الجسد منها وتم تصفيتها وطرحها وبالتالي تحمي الخلايا واستقراريتها الصحيه. اذا بالنسبه ايضا للالياف الغذائيه اللي موجوده في الكرموس في برشا الالياف الذواتر وغير الذواتر دونك السولوب ولا سولوب. نلقاو 30% متكونة من الألياف التي تذوب و 70% من الألياف التي غير قابلة للذوبان. الألياف التي تذوب مهمة جدا في تعديل نسبة السكر في الدم وأيضا الكوليسترول. تخدم كيما نقولوا احنا الكير والكراميطة انها تجبد المواد السامة هذيك والزايدة وتعدلها في الجسم. بالتالي السكر يتعدل والشحم يتعدل وخاصة الكوليسترول. بالنسبة للفيبر الأنسولين الألياف غير قابلة للذوبان مهمة برشا
إن نخدم المسار ونخليهم يخدموا مع التنين الطبيعية وتحميهم من الالتهابات والأمراض والسموم اللي يمكن تتركز فيهم. بالنسبة للكرموز الشائع أيضا عنده مهم برشا. الكرموز الشائع نلقاو إنه نلقاو الكرموز إنه غني برشا بالمواد اللي تم ذكرها زادة، غني بالمعادن، غني بالفيبر، بالسكريات، بالدهنيات. والكرموز الشائع ينصح به لأعطاءه المهن الشاقة والليزانيات الرياضيين، واللي يفكر ما يستعملوا الليزانيات العقل برشا بالتفكير والإنتاج الفكري، خاطر غني برشا بالسكريات وغني برشا بالليبيد. التين المجفف من فوائده الطبيه انه يعمل على معناها تعديل ضغط الدم. ايضا استعمل اكله مهم برشا للبشره لانه غني بالفيبر، مضاد للسرطان عند النساء سرطان الثدي لانه غني ايضا بالفيبر. التين المجفف يساعد على انقاص الوزن، هيثم التين المجفف يساعد على انقاص الوزن لانه معناها التين المجفف هو التين الشائع يساعد على انقاص الوزن، وايضا على ايضا فقدان لا فقدان الوزن يعني اللي يحب يعمل ريجيم. ايضا يحتوي على البوليفينول التين المجفف والاوميجا 2 والاوميجا 6 اللي يساعد برشا في مكافحه امراض القلب التاجيه الوقائية مع الكورونا، وأيضا بريفونتيف من الدوائر اللي هي تحت القلب. وبالتالي تمنع الإصابة بأمراض القلب التاجية. المهم نرجعوا تو للكرموز الثمرة، نلقاوه غني برشا بالمواد اللي تحمي الأمعاء، خاصة أنه يساعد الكرموز على تسهيل ترانزيت الانتستينال. يعني عنده مشاكل تقبض ولا مشاكل متى عاصم الشجر تسهيل الطبيعة يعاون برشا معناتها. على هيك ينصح به اللي عنده القبض والمشاكل الإمساك. عندنا زاد يساعد برشا وقت ثم انسداد الأمعاء، فساعات عبد الأمعاء وتتخاملة وتنسد. أكل الكرموز يساعد برشا على تنشيط الأمعاء ومكافحة انسداد الأمعاء، لكن لا ينصح بالكرموز، لكن انتباه لكم، لا ينصح بالكرموز لأصحاب الالتهابات في الأمعاء والقولون الالتهابي واللي عنده دياري، يعني اللي عنده جرير جوف ما يخرجش حتى يزيد الحالة معناتها تعب. بالنسبة لتأثيره على الفم، يستعمل الكرموز عجينة الكرموز كمضاد لالتهابات الفم وضد البوليارزات، وأيضا التهابات اللثة وتقيحاتها. أيضا يعاون على تهفيف الوجيع للفم والالتهابات اللي تكون مصاحبة للثة. يخفف أيضا من آلام الحلق والتهابه اللي عنده التهاب في الحاجة نجم يحمل الكرموز يفرق بين الحلق والتهاب. أيضا يمكن الكرموز المجفف أن يساعد على تقوية اللثة والاعتناء بنظافة الفم. على تأثير الكرموز أيضا على الجهاز التنفسي خاصة على الرئتين، حيث أنه يساعد على إخراج البلغم اللي يأكل الكرموز في فترة عنده التهاب في الأغشية البومور الرئتين وإلى خارج برونشيت مثلا مش كبيرة ياسر، ينجم يعاون على إخراج البلغم وتدفيق. بالتالي نجم نعمل سيرو من الكرموز. سيرو هذا ينجم 100 جرام من الكرموز الشائع يتحط في ليترا ماء يغليه، وبعد صفرة اللي تحصل عليه تعقد شوية يشرب يذوب البلغم. بالتالي حتى السيرو هذا يساعد برشا في تذويب الحصيات الكلاب والحصيات اللي تصيب المرارة يذيبها وعنده تأثير إيجابي عليها برشا. أيضا يساعد السيرو هذايا في تغطية الصدر من البلغم، وأيضا يساعد على معالجة الفتة
رئوية. أيضا كما حكينا أنه مضاد للبلغة، يساعد كمضاد للكحة والجسيم، وأيضا سعال الديكي والتهاب الرئة بجميع أنواعه. بالنسبة للكربوس يعتبر هو ثمرة، معناتها نجم نعتبرها ثمرة السلمية للنساء، لأنه الأنزاس للرجال والكربوس للنساء. خاطر علاش؟ الكربوس فيه برشا النواد تتعاون برشا الأمراض في بعض، في مكافحة بعض الأمراض اللي تصيب النساء، كمعناتها سرطانات المبيضين عافانا الله، عدم إباضة المبيضين، توقف الدورة الشهرية، أيضا الآلام اللي تصاحب الدورة الشهرية، أيضا معناتها اضطراب المبيضين. ومهم برشا أنه تاكل المرأة الحامل كما حكينا، لأنه غني بالحديد اللي بسعر بعض النساء يعملوا فحم الدم وقطع الحوامل. مهم برشا أيضا أنه يتعطى للصغار اللي معناتها عندهم يا إما في فترة النمو وإلا عنده فحم الدم، ويتعطى أيضا للنساء اللي خارجة مثلا النفساء كما تمر به برشا اليوم، الكربوس الشيع به برشا للنفساء والحوامل. تأثيره الإيجابي جدا أيضا على البشرة، حيث يزيد من إنتاج الكولاجين اللي يساهم في معناتها مع نظارة البشرة وتقعد طرية وماسكة ومترهلش ومترجعش. أيضا يقاوم العجين نتاعها الثمرة الطازجة في بعض، يقاوم بعض الأمراض اللي تصيب البشرة كتخيحات والجروح والأمراض والدبابين. كي نحطوا في النيل مثلا يتم نعملوا مسيغار، معناتها نوقعوا كعبات الكربوس الشيبين في الماء البارد ونضربوا لتشرب الماء، فيه برشا لأمراض الكبد، وأيضا يساعد برشا في مكافحة هشاشة العظام. كما كذلك الثمرة الطازجة، يعني لأنه غنية بالكالسيوم، بالتالي النساء كما حكينا اللي تعاني من هشاشة العظام بعد توقف معناتها العادة الشهرية تولي تاخذ الكربوس سي، لأنه يساهم في منع هشاشة العظام وتعقبه، وبالتالي تعرضها للكسور والآلام المصاحبة لهشاشة العظام. العجين أيضا الثمرة وإلى أكل الثمرة الطازجة يجعل معناتها يساعد برشا النجم يتحط على البواسير اللي يسموه ويد، اللي هما احنا نسميوهم العذر، يعني العجين هذاك يتحط على العذر يعالج ويداويه ويحظى عليه انه يقوي السيركيلاسيون الصوتيه هذيك ويخفف من الضغط الموجود. بالنسبه للاوراق ايضا غادي نحكي عليهم، الكربوس انه في نعملوا تي الاوراق الكربوس، يعني اخضر قطعوه نصب عليه بالعاده الماء اليغلي، مش تغليه في الماء، الماء اليغلي تصب على الاوراق المقصوصه، عنده تاثير على مكافحه التهاب المفاصل وايضا مكافحه البود اللي هو المقرص، خاطر يلحق الاملاح اللي تتركز بالمفاصل. ايضا عنده زاد تاثير ايجابي برشا على تطهير الدم من السموم والمواد التي يمكن ان تهدد الخلايا، وبعد السموم المركزه في الدم بصفه عامه. ايضا الديت الاوراق مهم برشا مضاد للكحه، ينشط الدوره الدمويه، يمنع الام الامعاء، ايضا يمنع جريان الجوف، ايضا الدوره الشهريه المؤلمه عند بعض النساء. الاوراق ايضا ثبت انها مضاده للسكر، يعني المغني والتي بتاعها اللي تشرب ينجم يعدل السكري، غني ايضا بالبوتاسيوم الاوراق هذه المشروب هذا، بالتالي يعدل نسبه السكر في الدم، ويمكن ايضا للاوراق ان تقوي العظام، فهي غنيه بالكالسيوم والبوتاسيوم. لاعتبار السن ايضا يمكن ان مشروب هذا يؤدي الى حمايه من المرض هذا هو الظهور البقعي اللي تصيب الشبكيه في العين، يعني الشبكيه في المعاق وعروق المدن فيها، بالتالي ما عادش يرى ولا يرى الناس كل
في الشعب الديزيونتي ويولي اليوم سوداك او لاعبين ولكن برشا ديزيونتي اوكسيدون فقط والبوتاسيون. بالنسبه ايضا حبيت نحكي على الجيل اللي يقص الوراق والاقساط في اللاتيكس هذاك مهم برشا انه يحكي بعض الامراض اللي تصيب الجلد وكل كما الثالوث نوعيه الحوت وحكايه الفقر الكركم معناتها هو يحكي حتى وجع السنين اللي عنده وجع السنين نجم يدهن اللثه البلاصه اللي فيها لكن حكيت هذاك اللي هفت في ولا السنه المعقوبه اللي سوس المنطقه الذهنيه هذاك نحكي وجع ايضا اللاتكس هذايا نجم نستعملوه كمضاد لعقاسات الحشرات اللي هما القرصات قرص النحله ولا قرصته بعض الهواوي بالعقارب نجم نحطوا حنين هذايا يخفف برشا الوجع ويحيي السموم تاعها ايضا حبيت نحكي على مضادات الاستعمال والمخاطر اللي ممكن تنتج الاكل الكثير الكربوس ينجم يعمل اسيديتي في المعده حموضه زايده لانه هني برشا كما قلنا بالبوتاسيوم اثر الاسعار على اصحاب المعده الحساسه والا الملتهبه بالتالي ما يكثرش منه برشا خاصه الكربوس الشائع ايضا ينجم الاكل برشا منه يعمل دياري يجري الجوف خاطر قلنا معناتها هو لاكزاتيف ينجم زاد يهيج بعض الخلايا الدود اللي تبقى في الامعاء لبرازيل ولا غيرها الى عن طريق الاكثار من الفم وبالنسبه اي يهيج الداء هو كما قلنا فيه في فيتامين بي بي ما عنده تاثير ايجابي على الليبيدو الفيك الاخضر ما تنزل ما تطابش مش باهي تاكل لانه يعمل انتفاخ في الامعاء ينجم يعمل جريان في الجوف واوجاع في البطن هذا هو بالنسبه للثمرة الاسلامية بارك الله فيك بصراحة أول شيء صار حبيت بين قوسين يعني رحب وجود ظروف كانوا يتفرجوا فينا عن بعد يفوتوا فينا معنا عبر الأرسليات اليوم حاضرين معنا معنا فعلا معنا ثلاث أربع مكان يشوفوه عن 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 بعد اليوم يشوفوا فيه عن قرب ناخذوا ليزام ديسيون تاعهم في بيتين هنا ما يعرفش معنا هو سي حسين سي سويسي صبري انت كنت لا حتى تلعبوا مش يصير حفلات لان اسئله مستجي واذا ما عندكمش قيمه صغيره السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حال برشا في هذه الساعه في البلاد ترصد فيكم ساعه ساعه في التليفون كذا من كل واحد حبيتكم والمواضيع اللي تكون هم اهميين برشا علاش؟ خاطر عندنا دي ريشيس هذيا ما حناش نفكروا فيها وبالفعل باش انتم بديتوا اللي هو كيما قلت انت بديت هكا شويه شويه سبونتانيمون فهمتني وزادت ولات معناها المحاضرات المفروضه ولات علميه مع الكروفيه فهمتني وانا مبروك فريمون تري تري كونتون معناها كان برشا في ديجا مدمومين لبعضنا كما تكون مكتوبه غاديكا نبحث عن ما عما يجمعنا وحبيت الخدمه اللي خدمتوها هذيك علاش ديما نسال الخدمه اللي خدمتوها هذيك اسمها كل ساعه معناها مكتوبه فهمتني واضحه باش ماذا بيا هذيك تزيدوا احنا تو كان اجل تبلش يقولوها زمها ماذا بينا تعبوها على لي بيجور بيكم كيفاش تقاد تتفاهموش مع الكور سينيور تو نشوف جنرال الكور سينيور ينجموا ينجموش يعملوا ان ايفور ان ايفور سوبليمونتير فيها باش ولا شخص ولا تعباس اللي يحب يجي يحضروا يسمع
اللي تكون فيها كان مهم برشا. الحسين وبارك الله فيكم غرموا على الخطه اللي تخدم فيها ولا حق فكره غرموا مش كيف ولا كيف ولا جينا حدينا الجو كلنا معك ولا مش حتى احنا كيف نعمل حاجه دينا نقول اللي في امريكا اللي في السعوديه اللي في فرنسا اللي في كذا الشراكه في كندا عايز السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والله كما قال سي مختار كنا على حد أول ما نروح من الخدمة بس كان نوصل للدار ولا هذا تزرت وزرت. ديريكت نحل فيسبوك نشوف فما جديد فما شنين بالتركينة التركينة تحت الصلاة. ومنزوم كل ما راحت نحط لي كومنتير بتاعي ونبارتاجي ونعمل جو الكل معناتها نحاول كوني نكون عايش حاضر الغير. وأول حاجة أنا نبرمج فيها هي وقت اللي نجي أول أحد مش يكون هنا إن شاء الله ديما هذيك ولا حتى من ملي نجي ديما نروح لا حتى الكل هذيك الصداع يكون هنا برشا ما نخلفش نحاول ما نخلفش حتى أحد لأني اللمة هذه الساعة نتاع الوقيات قبل كل شيء والمواضيع تمسني برشا تمسني فاش اللي كما كنت تقول أنت ساعة جديد كنا عندنا برشا خيرات في البلاد ما تمش حتى حد شكون يعرفه حتى الشباب قاعد يبعد على الحاجات هذيا شكون توم الشباب مازال يعرف الشريحه اللهم لا معناتها ما فماش ناس قاعده تو انا مثلا هذيا كما هو الكيس والزيتونه والله صدقوني اول مره ناكلها في حياتي معناتها الكرموس بالزيت الزيتونه والله اول مره ناكلها في حياتي والحاجه هذا من اروع ما كيف فهمت الصداع سيرتو كي نسمع الدكتور يهدي وراء يقول لي ما نضربش الزبر صحيح يعني باش هذيك ولات باش بتاع في الخلاصه بتاع الموضوع القاعده هذيا من احلى القعدات اللي نقعدهم في حياتي وان شاء الله نطلب من ربي ومن المجموعه هذيا يحافظ عليها ما دنيا ما تنقصش انا وصلت شفت عدد انور ما عندهمش بلايص اللي يقعدوا هنا فهمت شفت تو نحاول نصلى على قليل لي مومبر معناتها باس موجودين اهم حاجه الزوار يجي تو هكا يسمع يشوف فيسبوك هكا كذا نحاول ان شاء الله قدر ربي القاعده دي ما تنحاش وديما تتطور وكل واحد من ناحيته يحاول يبحث على حاجه يقدمها هذه اهم حاجه ما يكونش مركز على واحد برك هو اللي يجي يقول واحد يقترح حاجه يقترح حاجه ويقدمها ويبحث عليها ويشوفها هذا لو كل هذا اهم حاجه في القاعده وما ما يسعني كان قلت بارك الله فيكم نعطيك المساحه وربي يوفقكم وصلك لك واصل. شكرا. بارك الله فيك انا في الواقع العمل التطوعي بعيد عن كل حسابات بعيد عن كل معنى المهم ان ثم حاجه انك انت انا مجتمع فيها بحوامات وكذلك اشكال الزوز لكن ما يمنعش اني دائما ابدا انا سي ناصر قدموا له كلمه شكر ناصر كلمه شكر دائما ابدا اول شيء للفضاء اللي وفروا لنا ثم الدعم والمساندة خبز ابونا كل الدعم يقول لك ما يدخلش ابدا يدخلش لانه يجمع الاتراك يجمع الاتراك كي مشيت لبرلون يا سي كي مشيت لمدروك مشيت لبود رايس مسحوني على تونس وحبة ماء كان على الاغا ودار الاغا وشنو الاغا وفي الاغا ولا انا حتى انا قيمي عيطولي يا اغا انا بارك الله فيك سي ناصر وبارك الله في دارك معاك اولا لي يا سيدي قبل ان نختم وحبيت من معنا حبيت نقول لكم اللي القاعدة معناتها استأنفناها اليوم معناتها إن شاء الله بالبركة لأنه كنا احنا مرتاحين في رمضان عندنا راحة مطولة شوية مع هذا وهذاك علاش بعض معناتها اللي يصطادون في الماء العكر يقولوا لي احنا معناتها تعركنا وتفوشكنا وتفرحنا والحمد لله ما فماش منه هذايا الكلام هذايا حتى شيء كل ما في الموضوع كنا احنا
يعني كنا مرتاحين على خاطر حديم عندنا الموزجات ما شاء الله. شوفوا كنا ناكل الماكله في رمضان ما خدناش فاكهه هكا علاش معناتها كنا مرتاحين. ورجعنا معناتها مع الموضوع اللي يناسب الوقت نتاعنا نتاع الرجوع نتاعنا اللي هو الكرموس. دوبا بدا الكرموس والكرموس هذايا اللي كنا نبنوا فيه هذايا من كرمه متوارثه اب عن جد كانت في سنه في سنه صدق العاصمي وسنه صدق العاصمي مشات لدارنا ومن دارنا هزيتها انا لدار ديما بوتير كل مره نقصوا بوتير ولا تقطيعها ولا نقلوها من بلاصه لبلاصه وديما تعطي في الكرموس هذايا لبنين وقبيتها بعث الكرموس عند الكرموس. احنا معناتها ان شاء الله معناتها نتلاقاو نهار الاحد الجاي في موضوع جديد. ان شاء الله نتلاقاو معناتها نهار الاحد الجاي في موضوع جديد وبارك الله فيكم. معناتها هذا هو اللي حبينا نقولوه نشكركم حضور. هكا عدد كيما معناتها تشوفوا معناتها اليوم برنس معناتها ليمون نتاع 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 العاده اللي يعني تعيشوا ما ثماش برشا ناس خاطر كيما يقولوا مازلنا مرتاحين. هذا هو الجمعه الجايه الهندي عمر يحضر زعما الضيقه ايوه الجمعه الجايه بالضيقه ان شاء الله بنت الله الجمعه الجايه